منكمل هيك مكملين ان شاء الله. في خبريه جديده انه منروح نحن مثلا على الطريق على الجامعه، بوعى بكير انا تقريبا 6 الا ربع 6 الا 10 بكون على الطريق بروح بشوف مين بيغني اغاني مثلا حلوين هيك، كانوا بيقعدوا بيقولوا هيك نا 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 نا. انت بتحضر شو الغنيه؟ يلا وهالقد هيك هي نا 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 لازم تحضر. هي 6 الصبح الا ربع على الطريق الا ربع اوكي. اول غنيه لا 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 وحياتك قلت لك لا 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 هيدا البغبغان كان عم يحكي. لا بعتقد البغبغان بيقولها احلى. تفضل ناجي. مش ناجي انت حضرتها، انت جبت البلع. شفتها يا محمد. انا عندي بغبغان الباب نص لسان، انا عندي بغبغان الباب نص لسان، يبقى الشاطر ما يذاكر الامتحان. أنا عندي بغبغان غلباوي ونص لسان، أنا عندي بغبغان غير الباب ونص لسان، بيقول اللي يقولوا ويذاكروا اللي بيقولوا، وصبح القلب بيقولوا ويعيدوا لوحده كمان، زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان. لا 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 يلا يلا ولا لا 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 انبنيت عالحب الطاهر، وان كانو حالي بيرضيكي يا اهلا وسهلا فيكي، وان كانو حالي بيرضيكي يا اهلا وسهلا فيكي، بقسم هالقمي بالنص بقسم هالقمي بالنص، وما وعدتك بنجوم لابش بيلك عطور الخيل وما أنا زلمي على قد الحال ومملك دي قوف وموال أنا زلمي على قد الحال ومملك دي قوف وموال ومن شايرة عن شدي وبس وما وعدتك بنشوم الليل. الحلقة قوية كثير بين الجبل وزحلة. يلا وجامعتكم بس مين رح يربح؟ الأشرفية أكيد. تويتر فيسبوك انستا مايا دياب وأكيد هيك منغني. أول صورة رح تشوفوها ومنروح منروح yeah.